مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من يوميات الكاوبوي سعود الكعبي من الرانشو. اليوم أنا سطوت على مزرعة ذرة، لكن كم سعرة حرارية في الذرة؟ الله يعين المشتركين على السعرات الحرارية، لكن أخصائية التغذية مو بمخلت لهم مجال. الحمد لله أنا فلت والفضل سلاحي. مرحبا، كيف يكون اليوم؟ لبش الحال؟ لبش. موضوعنا اليوم عن أسباب البدانة. نقيت هيدا الموضوع. شو القصة؟ يعني معقولة تحطني أنا بجيب هيك؟ مش عارف ليش ضحك. اخترت هيدا الموضوع لأنه بالنسبة لإلي وقتا بدنا نحل مشكلة ضروري نشوف شو السبب. أسباب البدانة مقسمة إذا بدكم للعامل الوراثي، لأسباب داخلية وأسباب خارجية. سبب الوراثة عادة للبدانة بتأثر ب40%، ما فينا كتير نغيره، بس 60% البقية نحن فينا نأثر عليهم، من بيناتهم أسباب داخلية وخارجية. موضوعنا بركة شوي حساس، بس ما كنت قصده شخص معين، هو كان الهدف للكل تكلهم يشوفوا شو هن الأسباب تبعوا للبدانة وينتبهوا عليها. هلأ لسبب الوراثة مثل ما قلت لكم 40%، دونك فينا نغير نظام أكلنا وفينا نعمل رياضة حتى لو عنا السبب الوراثة. هلأ الأسباب الداخلية رح نحكي عنها، في الحمية والغذاء كيف مناكل، في قلة الحركة دونك إذا بنعمل رياضة ولا لا، وفي أسباب نفسية كمان رح نحكي عنها. مرات بنعمل حميات منا لحالنا، بنعملها مثلا قلية الوحدات الحرارية، وهذا الشيء مضر لأنه آخر شيء جسمنا كمان رح يعمل ردة فعل، رح يرجع يزيد وقتا نحن رح نوقف الحمية. السبب الثاني وقت يكون الحمية غير متوازنة، مثلا بنوقف أو الكربوهيدرات أو بنوقف الدسم كليا. ثالث سبب وقت بنخسر وزن بسرعة، حكينا من قبل عن هذا الموضوع، وقت بنخسر بسرعة رح نرجع نرد بسرعة. ثاني مشكلة أوكي أو سبب لا سبب داخلي هو كلة الرياضة، فينا نكون عم ناكل اوكي وحدات حرارية كتير منيح، فهيدا الشيء لازم ننتبه له. ثالث سبب، مين منكم وقتها بيعصب او وقتها بيزعل بصير ياكل؟ تقريبا البنات، فلازم ننتبه على هيدا الشيء ونجرب انه نتحكم بهيدا العنصر اذا بدكم النفسي. اخر شيء الاسباب الخارجية، رح نحكي عن وسائل الاعلام. كم مرة وقت منحضر تلفزيون منشوف دعاية عن أكل ومنتشهى ومنتصير بنا ناكل، منكون نحنا مش طالعة بالنا مثلا ناكل شوكولا، منشوف الدعاية وبصير طالعة بالنا. سبب تاني المجتمع والبيئة، خاصة بركي بالدول العربية، إذا نحنا كنا شوي سمينين أو عنا زيادة وزن منفكر إنه قوة وصحة، بينما لا بالعكس، يعني خاصة هلأ بالدول العربية عم بتزيد نسبة السمنة أو زيادة الوزن، وهذا الشيء كتير مضر وعم بيزيد معه نسبة الأمراض بالسكري، أمراض بالقلب وعدة أنواع. هذا كان درسنا. أوكي، بدي كل واحد هلأ يحكيني أو يقلي من الأسباب اللي أنا عددتها شو معقول يكون السبب اللي هو عم بخليه أو يكون عنده زيادة وزن، أو إذا ما كان عنده زيادة وزن في بعض الفترات بيزيد وزننا، شو عادة بكون السبب؟ هل هي انه لانه ما في حد بيتكم مثلا محل تقدروا تعملوا رياضه؟ هل هو المجتمع؟ هل هو شو ما كان؟ مين ببلش؟ شيزان؟ يلا. انا بالنسبه لي لخبطت الوجبات، يعني ان انا ممكن ما اخدش مثلا وجبه الفطار واخد وجبه الماء وما اخدش وجبه الغداء وفجاه اتعشى. اوكي، لكن هيدي اول شغله لازم تنتبهي لها. اسمع، يعني باكل بالليل لما كنت يعني بيزيد وزني، كنت باكل بالليل وبنام. سوزان، بغينا انا وميسا نتكلموا انا وياها ونقولوا بليز سوزان نحن جوعانين عاوزين ناكل. ويا ريت هم بيقولوا تجري، تروح تجري على الثلاجه تعمل ساندويتش بيض وجبنه وكاتشب وشو كمان؟ سوزان وفراخ وكله في الساندويتش، ولازم هم ياكلوا ولازم هم ياكلوا وإلا ما كليناش كده. سوزان، مرة أكلكم. لحظة لا يلا، شو معناتها أنا ما تعمليش؟ أنت قلتي لي؟ ها؟ حتى أقولك يعني؟ نجيب، طبعا انا من اكثر الاسباب لزياده وزني هي الرياضه، لانه مارس رياضه كثيرا.
بتمارس او ما بتمارس؟ امارس رياضه كثير. بتمارس مش هيك في عندك كل ما مارس رياضه يزيد من الاسباب اللي نحن عديناها الاكل والنوم. جاسم يلا قل لي جاسم، يعني بدك تقلي انه مش السبب اللي عم بيزيد وزنك، بس انه اذا بدك طريقه اكلك هل هي صحيه من الاسباب اللي عددناها؟ لانه اكيد مش رح تقلي سبب زياده وزنك. انا برويكم اليوم شغله جديده. نحن نعرف انه في الوزن الثقيل وفي وزن الريشه، لكن في وزن ثاني اللي هو وزن الشعره. يعني انا لما مثلا تعصب كذي ما اكل صراحه. طيب لكن هيك بكون خلص درسنا، ان شاء الله تكونوا عن جد استفدتوا وعرفتوا الاسباب اللي عم بتؤدي للبدانه، وانتم تستفيدوا كمان من حواليكم، يعني بكره الاشخاص اللي حواليكم اللي عم بيزيد وزنهم تتقدروا تعرفوا تحلوا المشكله، بدنا نشوف شو السبب، لانه ما بدنا نحل حيلا مشكله من دون ما نكون عن جد عم نحل المشكله اللي بدنا نحلها، اوكي؟ لكن انا بشوفكم الجمعه الجاي. ان شاء الله. يلا باي. أنا عندي مشروع السطو على مزرعة ثانية، خلونا سيارة تفاهم معاهم، بنرجع لكم بعد الفاصل. المنافسة في نجم الخليج تقوى أسبوع وراء أسبوع بين المشتركين، لكن البقاء للأقوى، وصارت من بينهم حرب أخوية. وصار لازم اتدخل انا، بس بعد ما نشوف هذا التقرير.